الفكر والعرفان للرئيس والمحافظ باكريت لما تعيشه المهرة من أمن وأمان وفرحة واحتفالات وأعياد بذكرى الاستقلال، وحق لأبناء المهرة أن يحتفلوا. أيها الحفل الكريم، نرحب بكم ترحيبا حارا في هذا المهرجان الجماهيري البهيج بمناسبة الذكرى 51 للاستقلال الوطني المجيد. ونعتبر هذا الحشود الحاضرة من كل مديريات ومناطق محافظة المهرة ملحمة وطنية وتعبيرا صادقا عن الوفاء للمناسبات والأعياد الوطنية، وتخليدا لشهدائنا الأبرار، واستفتاء شعبيا على تماسك اللحمة الوطنية الراسخة لأبناء محافظة المهرة. كافت شرائح المجتمع المهري، الرجل والمرأة والشباب والفتيان والفتيات، حضروا المهرجان الحاشد بمناسبة 51 لعيد الجلاء 30 من نوفمبر، منشدين حب الوطن غالي. المهرجان المنقطع النظير الذي أتت له أبناء محافظة المهرة من كل حد من أصوب، ما هي إلا دلالة قاطعة على التفاف هذه الجماهير حول وحدتها وحول سلطتها المحلية، وبأنها فعلا ستقدم الكثير والكثير من مثل هذه المظاهر الوطنية والحماس الوطني في مثل هذه الاحتفالات. المرأة كان لها الحضور البارز والمشرف لكل نساء وحرائر المهرة. من كل مكان جينا نشارك هذه المناسبة، لأنها مناسبة عظيمة علينا وذكرى جميلة في أهل اليمن، وإن شاء الله ما نخلي من هذه الذكرى، ونكون إن شاء الله كلنا مجتمعين جمن واحد وشعب واحد وكل واحد إن شاء الله. محمد سعيد كلشات لقناة سهيل الفضائية، المهرة.